نبينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول للآباء والأمهات والأولاد والزوجات. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الصائمون، أيها القائمون، أيها الراكعون، أيها الساجدون، كل عام وأنتم بخير. من مدينة جرابلس ومن مسجدها الكبير أقيمت صلاة العيد لهذا العام، وحضرها الناس بفرح، وأسأل الله أن يتم عليهم فرحهم في الدنيا والآخرة. مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذا الفرح اليوم بأن الله سبحانه وتعالى بفضله العظيم ومنته الكبرى أتممنا صيام رمضان وقيام رمضان، فكانت الثمرة وكانت الجائزة في يوم الجوائز أن كافأنا الله تعالى بهذا الفرح بفرحنا بالعيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأسأل الله تعالى أن يمد هذا الفرح ويستمر هذا الفرح إلى أن نلقاه تعالى فيدخلنا من باب الريان. وأسأل الله تعالى أن يعيد هذا العيد وهذا الفرح مرات عديدة وسنين مديدة على هذه الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها، وخصوصا على أهلنا في سوريا بهلاك طاغيتها ورجوع الأهل إلى بيوتهم وعودة المعتقلين والمساجين إلى ذويهم. الآباء تفرح بأبنائها والأمهات تفرح بأبنائها والأبناء يفرحون بآبائهم وأمهاتهم. فأسأل الله أن يعجل الفرج على هذه البلاد، بلاد الشام المباركة، وأن يجعلها في سعادة، وأن يعلي الله تعالى راية الإسلام خفاقة، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدا مباركا على أطفال العالم، وعيدا مباركا على أطفال سوريا، وإن شاء الله في العيد المقبل هم في بلادهم وفي بيوتهم مع آبائهم.